السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة شفاف شكي إبراهيم التي هي منكم وإليكم. اليوم بعون الله غادي نقدم لكم واحدة حلوة ديال تركيا أيضا على شكل غريبة إن شاء الله بالسميدة اللي كتجي زوينة، يعني ماشي غريبة مهم على يمكننا نشبهها بالحرشة، يمكننا نشبهها بالغريبة ديال السميدة، يعني هذه الحلوة ديال تركيا كتجي رائعة. نتمنى منكم ان شاء الله تتبعوا معي هذه المقادير اللي غادي نعطيكم على هذه المسائل، يكونوا باش يكونوا عندنا المسائل مضبوطين ان شاء الله. واحد جوج بيضات غادي خصونا، واحد 150 غرام ديال دانون يعني ديال الفاني، فيه السكر، يعني فيه السكر يكون حلو، دانون فاني يكون حلو، يعني غادي تخصنا واحد 300 غرام ديال السميده، هي السميده الرقيقه. غادي خصنا واحد 470 غرام ديال الفورس، غادي خصنا واحد 15 غرام ديال الخميره، ها هي هنا واحد المعلقه صغيره ديال الفاني اي ما يعادل 5 غرام، نص معلقه صغيره هي ما يعادل 5 غرام. غادي خصنا ان شاء الله واحد 150 غرام ديال السنيده رقيقه، السنيده مزيانه رقيقه، او الا ما بغيناش يمكن لنا نديرو السكر كلاص، اللي ما بغاش يدير سكر، اللي ما بغاش اللي عنده سكر كلاص يدير سكر كلاص، اللي ما عندوش يدير السنيده. ممكن نديرو في كلتا الحالتين نديرو يا السنيده يا السكر كلاص. وهنا عندنا واحد سميتو 150 غرام ديال الزيت، ما نساوش الزيت حتى هي 150 غرام، يعني عندنا دانون والزيت 150 غرام، جوج بيضات، هنا عندنا 300 غرام، 470 غرام ديال الفورس، هنا عندنا 150 غرام، عندنا هنا واحد 10 غرام 5 غرام ديال الفاني، وعندنا 15 غرام ديال الخميره. هادو هما المقادير ديال هاد الوصفه ديالنا. غادي ناخذ ان شاء الله البيض ديالنا، غادي نديرو في الماكينه بحال هكا، غادي نديرو الزيت مع البيض، غادي نديرو دانون ديالنا، غادي نديرو كاع دانون اللي عندنا، وغادي نديرو واحد السكر سنيده، ها هي هادو هما المقادير اللي غادي نديرو الان. غادي نخدمو لا ماشين ديالنا باش نخلطو هاد الخليط الاول قبل ما نضيفو ليه اشياء اخرى ان شاء الله. هنا ملي كيبدا يدور كنضيف ليه الفاني ديالي، وبطبيعة الحال كنضيف السميدة على هاد، كنخلط هاد الخليط شوية، كنضيف السميدة، وكنضيفو بطبيعة الحال الفرس ديالنا، كنضيفو الخميرة، مرحبا. العجينة هنا ديالنا ما كتجيش عجينة قاصحة، كتجي عجينة شوية، كتجي رطبة ماشي قاصحة. هنا كناخدو العجينة ديالنا هكا، ماشي كتجي رطبة بزاف، شادة راسها، هانتوما كتشوفو كتجي شادة راسها، غير وكان ما كتكونش ديك العجينة اللي قاصحة هكا. كنخويو شويه الزيت في الطاوله، الزيت علاش كنخويها في هذا سميتو باش ما يجيوني
من التحت ما يلصقوش ولا شي حاجه، واخا طوا ما طوا ما كتلصقش لان خدمت فيها بزاف المرات يعني ما فيهاش مشكل. مي دائما الانسان الحاجه اللي خاف عليها اخوي غير شويه الزيت والشكايط ديال الكوزينه، هاد الكعاب ديال الكوزينه تحكوا بها بحال هكا. هنا مرحبا، هنا كان خويا شويه السميده ديالنا فوق سميتو، كنقطعوا منها كريات ربما نديرهم مهين كاع حنا. دخل هكا، دخل هكا، نديرو كريات هكا، نديروها مزيان ونلوحوها في السميدة ديالنا هكا، ندوزوها في السميدة ديالنا. تجينا خاصها تجينا كرة مقادة بحال هكا. يكونوا كرات تقريبا مقادين هكا، غادي نخدموها نزيروها باش ما بقاش ما تكونش في هذيك الشقه ولا شي حاجه، غير زيروها. راه كتزير هي نيت كتشد، ماشي عجينه اللي كتفرتت، ما كتفرتتش، غير كيخصها تزير. كنديروا لها بحال هكا، الا كانت ما مقداش لينا كنحاولوا نقدوها بحال هكا باش يجيونا فورمة واحدة. نديرو شوية السميدة شوية من الفوق وكندخلوهم من الفران. العجينة ديالنا عطاتنا 15 بياسة تقريبا، شبيهة الحرشة. غادي ندخلوها للفران، غادي نديرو الفران ديالنا كيما قلنا في درجة الحرارة 180، غادي نخليوه في 180 ونسدو عليه، نشعلو الفوق والتحت الفرفاره بلاش بالنسبه للكهرباء. بالنسبه للغاز غادي نشعلو ليه من التحت ونشعلو ليه شويه من الفوق. التحت الشعله تكون مهيله والفوق قريبه تطفى. مرحبا، غادي نخرجوا الحلوه ديالنا. ها هي، هذا هو اللون المزيان ليها، اللون الايديال هو هذا. كنرشوها بشويه السيرو، دائما الاتراك هذه كتخرج من الفران اش كيديروا ليها هما، كيخو عليها السيرو، كتخو عليها السيرو حتى هي كتشرب ليهم السيرو هي، وما الحلوه ديالهم كلها كتشرب السيرو. انا ما غاديش نعطي هذاك السيرو الكثير، غادي ندير غير هذه الطريقه احسن واخف باش ما تجيش حلوه بزاف في الداخل. كنرشها غير بشويه السيرو ديالي بحال هكا ونخليها تبرد قبل ما ناخذها. ها نتوما التحت ديال سميتو ديال كتجي رائعه رائعه، دائما رشوها وهي سخونه رائعه وخفيفه خفيفه خفيفه، تخف الخفه ديالها خفيفه. طبعا هذه هي الحلوه التركيه ديالنا اللي كتشبه الغريبه ديال السميده او الحرشه اللي كنسميوها ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان هي مختلفه جدا جدا في المذاق وفي كل شيء، كتجي رائعه. نتمنى لكم ان شاء الله تجربوها، راه غادي تجيكم مزيانه، يعني كتجي هشيشه، كتجي طيبه مزيان، كتجي رائعه في سميتو ديالها حتى في الاكل ديالها تبارك الله. عرفتي كتجي واحد واحد واحد، ما عندي ما نقول لكم، واحد الروعه. هشيشه هشيشه بزاف، اروع اروع، ما لا يصدق. عزم بحال هكا حاجه رائعه جدا جدا. نتمنى منكم تجربوها بهذه الطريقه والله تعجبكم. يعني انا ملي كنقول والله راه عزمه وصلت فيا البلافون، يعني شي حاجه رائعه جدا، شي حاجه في المستوى حتى في المذاق ديالها، ماشي ما كثيرش فيها السكر، واخا شينا بداك شويه السيرو هما راه كيشدوها كيعطيوها السيرو، حتى كيدخل السيرو القلب ديالها، كيدخل القلب ديالها وكتجي ديك معلكه ما كتعجبنيش. ما انا ما كتعجبنيش، هما كياكلوا هكاك انا ما كتجي، اما هكا رائعه جدا. نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، توفقوا باش تصوبوا هاد الحريشات، او نقول لهم نسميهم حريشات تركيات، او على شكل حريشه ديالنا اللي كتجي رائعه رائعه جدا. حتى
في المذاق ديالها. انا نقول لكم صراحه هذه تجي احسن من الحرشه ديالها في المذاق. الحرشه ديالنا عندها قيمه ديالها وعندها سميتو ما نكروهاش، مي في المذاق رائعه جدا، ما عندي ما نقول. كل حاجه بالمذاق ديالها وكل حاجه بالقيمه ديالها وكل حاجه سميتو. غير انا بغيت نقدم لكم هاد جوج اطباق ان شاء الله اللي قدمت لكم اليوم ديال تركيا اللي هما رائعين، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ونتمنى للناس اللي داخل الاكاديميه ديالنا التوفيق في الدروس ديالهم، وان شاء الله نتمنى التوفيق للجميع. القناه ديالنا راه قناه تعليميه، راه اللي يدخل ليها ويتفرج في الفيديو اشوف. انا كنلاحظ واحد الحاجه هي اللي كتخليني بعض الخطرات كيبقى فيا الحال مزيان، كنشوف الناس كيجيك الله يخليك الشيف الوصفه، ولا الله يخليك الوصفه، راه الوصفه ماشي تعليم. اللي كيقلب على الوصفات غير الوصفه، ياخذ الوصفه باش يمشي يصوبها، راه حرام عليا ديني وايماني ما تخرج ليه زوينه كيما هي هكا، تخرج متقونه هكا، والله ما تخرج ليه مزيانه الا غير الوصفه. الوصفات لا تكنيك ديال التطبيق ديال الوصفه اهم من الوصفه ذاتها. الوصفه راه مهمه، هي القاعده، هي المواد اللي غادي نحتاجو، واني احسن شيء انكم تفرجوا في الفيديوهات. راه اللي بغى يكون اللي بغى يتعلم بمعنى يتعلم بحقيقي، راه الفيديوهات ديالنا تعليميين، راه كنشرحوا لكم، ما كنغشوكم، ما كننقصوا، ما كنزيدوا في المقادير. اغلب الوصفات وشوف انا كنشوف وصفه عند الناس الان، على الناس اللي برا كناخذ في المثال وصفه كتعجبني ولا كيعجبني الديكور ديالها وكتعجبني، كنشوفها كنقول هذه الوصفه زوينه، كنوطيها في المثال، نوطي هذه الوصفه نشوف فيها بحال هكا. واه هنا كاين 700 غرام ديال الطحين، وقده وقد ديال السكر، وقده وقد ديال، لان باش كنخدم انا كنخدم بالمنطق ديال كيفاش السكر المقدار هذه كنشوف هذيك المسائل كنقول والله العظيم هذيك الوصفه ويطبقها. انا شفت ماشي وحده ماشي جوج ماشي ثلاثه، ويطبقها الانسان كيما ياخذها من تماك حتى يدير مصيبه، حتى ما تخرجش ليه نهائيا. واخا يكون ان باتيسي، واخا تكون مرحاد كاع في الدار، لان الحداقه ماشي في الوصفه، في المقادير. الحداقه تعرفي هذوك المقادير واش فعلا ايتونتيك، واش متوافق، واش فعلا هذوك المقادير فعلا نشوف في الطحين ونشوف في المسائل غادي يخرجوا، واش فعلا هذه الوصفه هذا الشيء اللي فيه هذه المقادير فيها ملي نخلطهم ونصوبهم ونعجنهم غادي يخرجوا؟ ابدا. هذا هو المهم في الوصفات، طبقوا الطريقه وطبقوا داك الشيء اللي كنقول لكم، وان شاء الله الرحمن الرحيم غتلقاو هذا الشيء اللي كنقول لكم صح. انا كنعطي داك الشيء من قلبي وكندير داك الشيء من قلبي، والله هو اللي غادي يخلصني ويخلص الجميع. هذا هو اخر الكلام. نتمنى منكم تشجعوا القناه ديالنا اللي هي قناتكم، اللي دائما كترحب بكم، اللي دائما كتقدم لكم جديدها كل يوم، اللي هي منكم وإليكم، اللي فيها غادي تعلموا. ماشي راه في القناه، راه اللي بغى يتعلم غادي يتعلم منها. وكنرحب بكم دائما، وانا هكا قبلوني على هكا، اللي انا هكا، انا هكا اللي هضرتي هكا، قبلوني على هذا الشيء كما انا قابلكم ان شاء الله الرحمن الرحيم كما انتم. واني الحمد لله نحاولوا نكونوا جيدين في التصرفات ديالنا مع بعضياتنا، ونتمنى من الله تبارك وتعالى يوفق الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وشكرا لكم.